صباح الخير هي أول عبارة نستهل بها يومنا هذا، وكثيرا منا يسعد عندما يبدأ يومه بابتسامة عفوية، ونحن بدورنا نبحث للمشاهدين الأعزاء عن أفضل ما يمكن تقديمه عبر البرنامج المباشر صباح اليمن اليوم، في محاولة لإبلاغكم بأنكم تعانون لنا الكثير، فلا تقلقوا على الإطلاق، نحن هنا معكم وسوف نمنحكم مجموعة رائعة من الأمنيات الجميلة عبر فقراتنا القادمة. كونوا معنا. أسعد الله بالخير صباحكم مجدداً مشاهدي ومتابعي برنامجكم الصباحي المباشر صباح اليمن اليوم. البداية دائماً مع المهندس رشيد العريقي مدير مركز التنبؤات والأرصاد الجوية. صباح الخير باش مهندس. صباح النور أخي صبري، أحييك وأحيي أيضاً طاقم البرنامج بمعية الجميل أشرف عقيل وكذلك جميل محمد الراعي وكل العاملين في هذه الفترة من هذه الحلقة وكذلك المشاهدين الأكارم. شكرا يا باشمهندس، التحية لك دائما أنت وجميع الموظفين والزملاء الأعزاء في التنبؤات والأرصاد الجوية. باشمهندس، بعد هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي على بلادنا، ما هي أهم متغيرات الطقس خلال اليومين الماضيين؟ سؤال جميل أخي صبري. فعلا بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الطقس التي شهدت خلال الأسبوع الماضي والتي سببت طبعا امطار، سببت الامطار الغزيره جدا وسببت سيول في شعاب الوديان وكذلك في المدن في سواحلنا، خاصه في سواحل بلادنا ومناطقها ايضا الجنوبيه والشرقيه وكذلك في خليج سقطرى فلله الحمد والمنه. لكن الان طبعا تتجه الامطار نحو المناطق الجنوبيه في صبري طبعا هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ايضا هناك كتلات خضار في وسط شبه الجزيره العربيه والتي اثيرت يوم امس بسبب شده الرياح تتجه الان باتجاه الربع الخالي وحدود بلادنا الشماليه خاصه المناطق الصحراويه. الامر الاخر في طبعا صبري هنا حدثت تغيرات واضحه طبعا ارتفاعات درجات الحراره بشكل ملموس بعد تغطيه الشفاف التي ادت الى انخفاض درجات الحراره وكذلك الامطار في اغلب محافظات الجمهوريه خاصه الصحاري والهضاب الداخليه والشرقيه الجنوبيه. الان بدات درجه الحراره ترتفع وسترتفع يوم هذا لاكثر من ثلاث درجات يوميا. طبعا الرطوبة عالية في سواحلنا الجنوبية وأوجت نشاط الرياح خاصة في مناطق الساحلية الغربية ومدخل هذا المنطقة، وهذه طبعا هي أهم ما عالت من بعد انتهاء هذه الفترة من وانتهاء حالة عدم الاستقرار في عنده. وكما أسلفت مثل الامطار هذه قد تكون على المرتفعات الجبليه، نحن نراقب هذه التغيرات التي ستحصل. طيب يا باشمهندس، ما هي اهم معالم الطقس المتوقعه على بلادنا الحبيبه خلال 24 ساعه القادمه واليومين القادمين باذن الله تعالى؟ نعم في صدري هنا مؤشرات بشكل سحب ركاميه ممطره على المحافظات الجبليه يرافقها بعد احيانا خلال 24 ساعه القادمه وخلال اليومين القادمين ايضا وابتداء يوم الثلاثاء ستنشط السحب الرعديه على المحافظات الجبليه، اذا ستنتقل الامطار التي بشكل ملموس وملحوظ على المناطق الجنوبيه والجنوبيه الغربيه قد تنتقل الى جنب الهضاب الداخليه وتكون الشوادور المائيه والضباب اثناء الصباح والصباح الباكر في حتى والمخلوق كريم وعيد وسعد وطالع ولحد. مع ايضا هنا يتوقع ايضا المركز هطول امطار خفيفه متفرقه على سواحلنا الجنوبيه والغربيه ولكن هذا بشكل متفرق خاصه اثناء الصباح والصباح الباكر، ونشاط الرياح تصل الى 27 عقده مثيره للاثير والرمال خاصه في سواحلنا الغربيه، ومؤشرات ايضا اخرى للمناطق الصحراويه من الاجواء تكون صاحبه الى غير مدينه مغبره ايضا نسبيا بسبب قد تشكل هذه الكتله الغبارية التي بدات الان
تدخل الى ربع ثاني، وخلال 12 ساعه القادمه من المتوقع ان تتوغل على المناطق الصحراويه، وبالتالي التنبيهات موجوده في هذه الظاهره، واجواء تنبيهيا على ارخبيل سقطرى، مع احتمال طبعا هنا تكون الامطار كثيره كما اسلفت، وكذا من الثلاثاء القادم على المحافظات الجبليه من ناحيه جنوبا حتى دمار شمالا، هذه ستكون امطار يعني قد تكون معتبره وغزيره. طيب يا باشمهندس، هل من تحذيرات للمواطنين او تنبيهات صادره من المركز الوطني للارصاد بالطقس؟ نعم في طبعا تحذيرات لا توجد، لكن هناك تنبيهات فقط، اي انه حده التحذيرات بدات مستواها بالاقل قليلا، لكن لا زال المركز ينبه من ثلاث اشياء وهي مسجله في نشراته الاعتياديه، الى ضروره الابتعاد عن بطون الاوديه ومدارس السيول اثناء وبعد هطول الامطار حفاظا على سلامه المواطنين في المناطق خاصه كما اسلفنا الجبليه ومنها. والامر الاخر لتجني الرؤيه الافقيه بسبب هطول الامطار وشكل الضباب والشبور المائيه على المنحطفات والمنحدرات الجبليه وكذلك من الانهيارات الصخريه. كما ينبه ايضا المركز الوطني للارصاد لاخوة مفادي البحر والصيادين في السواحل الغربيه ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الامواج العاليه التي قد تصل الى 4 امتار. التنبيهات الاخرى ايضا هنا ارتفاع في درجات الحراره قد تتجاوز ال 35 درجه 36 درجه مئويه في مناطقنا الصحراويه او الذاهبين اليها من مناطق اقل حراره، اليوم اخذ الاحتياطات اللازمه بعدم التعرض الى اشعه الشمس المباشره خاصه في مناطقنا الصحراويه، والاختلاف هذا المفاجئ في درجه الحراره قد ايضا يسبب نقول منع منزوي خاصه لدى المواطنين الذين ليس لديهم مناعه قويه خاصه الكبار والاطفال، اليوم اخذ الاحتياطات اللازمه من الارتفاع العالي في درجات الحراره، وكذلك الغبار الواسع الانتشار الذي ربما يوم 30 قد ينتشر الغبار الواسع الانتشار، وبالتالي من لديهم امراض الصدر والربو عليهم ايضا اخذ الاحتياطات اللازمه خاصه في المديريات المساكنه للربع الخالي في بلادنا خاصه الشماليه في المهره وحضرموت ولاحقا الجو. مدير التنبؤات والأرصاد الجوية المهندس رشيد العريقي، كنت معي من صنعاء، شكرا لك، وألقاك إن شاء الله تعالى في نشرات أحوال الطقس القادمة خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. السادة المشاهدين، للدخول في موضوعنا، أثار فيروس كورونا فوضى عارمة حول العالم منذ تفشي المرض في ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، ومنذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في ديسمبر العام الماضي، وفي أجراء احترازي لمنع الالتهابات الفيروسية مثل فيروس كورونا، يوصي الأطباء باتباع قواعد النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين جيدا، وبينما يشكك بعض الناس في أن أمرا بسيطا مثل غسل اليدين يمكن أن يكون له تأثير في توفير الوقاية، وتعتمد الوقاية بلا شك من الإصابة بعدوى فيروس كورونا على النظافة الشخصية والمنزل والسيارة والملابس. يطرح الكثيرون تساؤلات حول الطرق المثالية للنظافة وكيفية التأكد من تطبيقها بالشكل المناسب. حول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم النخلاني. صباح الخير دكتور عبد الحكيم. صباح النور أخي العزيز، وصباح الخير لك ولجميع السادة المشاهدين في قناة اليمن اليوم. أتمنى أن يكون صباحك مشرقا دائما. دكتور عبد الحكيم، كيفية تعقيم المنزل من الفيروسات، ما هي الوسائل، ما هي الحلول يعني لذلك من أجل يعني تجنب انتشار عدوى فيروس كورونا؟ بالنسبة لتعقيم المنزل أخي العزيز، طبعا لا ننسى أنه اتخاذ الإجراءات خارج المنزل أولا لابد من، ليس هناك شرط في لبس الكمامة، طبعا لبس الكمامة دائما للشخص المصاب بكورونا أو الأشخاص الخالطين، إلا إذا كنا في مجتمع مزدحم وخفت على نفسك من أن تنتقل إليك قطيرات المعدية بفيروس كورونا، فينبغي لبس الكمامات. ينبغي أن يكون لديك كحول 70%، ما بين 70 تركيزه 70 إلى 75% لتنظيف يديك جيدا، تجنب لمس أي أشياء في الخارج حتى لا تنقل العدوى إلى المنزل أو إلى البيت. عندما تصل إلى المنزل أخي العزيز، ضع كل متعلقاتك خارج المنزل،
تنتزع مثلا تضع مثلا الحذاء خارج المنزل، الاكياس البلاستيكيه التي احضرت بها المواد الغذائيه او الاكل لابد ان ترش من الخارج بالكلور اللي هو تركيز حوالي كوب الى 10 اكواب او كوبين الى 8 اكواب من الماء اللي هو تركيز الكلور نص. هذا طبعا هو المعقم الافضل. ينبغي تعقيم الاسطح مثلا مسكات الابواب مثلا الطاولات الاسطح الصلبه لابد من تعقيمها لانه كما نعلم الفيروس يظل عليها لفتره طويله من عده ساعات الى عده ايام. اذا كنت تلبس ملابس مثلا لابد الملابس ان توضع في كيس جانبا خارج المنزل او توضع في او انه على طول مباشره تذهب بها الى الغساله مباشره وتغسل لوحدها بالماء الدافئ حتى تتخلص من الفيروس. تغسل يديك جيدا اثناء دخولك الى المنزل، لا تلمس اي شيء في المنزل حتى باب المنزل لا تلمسه نهائيا. الموجود داخل المنزل هو الذي يفتح لك الباب. انت مباشره تتبع هذه الاحتياطات اللازمه لمنع نقل العدوى الفيروسيه الى منزلك لا سمح الله. طيب يا دكتور عفوا، كم مره تنصح بها انه يجب تنظيف المنزل في اليوم؟ مش كثير أخي، طالما إذا احنا اتبعنا مثلا الحجر المنزلي وظلينا في منازلنا مثلا كما هو المتبع مثلا في هذه الأيام، إنه الأفضل خليك في بيتك يعني عشان ما تنقلش العدوى لا سمح الله، بالذات في الأسبوعين القادمين أو الأسبوع القادم منذ أول ظهور أو أول الحالات مثلا 14 يوم من ظهور أول حالة في المكان. فأنت مثلا التزم الحجر المنزلي، في حال التزمت الحجر المنزلي خلاص هي المرة الواحدة التي تدخل بها إلى المنزل، يتم تعقيم هذه الأشياء أو أنك تتخذ الاحتياطات اللازمة وتعقم المنزل مرة واحدة كفاية. خلي المنزل يكسب تهوية كافية، افتح الشبابيك عشان يدخل الهواء النظيف وحفاظا على تهيئة الجو المناسب. تعقم المنزل مرتين فقط. أما إذا لم يدخل أي أحد إلى المنزل وأنتم ملتزمين بالحجر المنزلي، لا داعي لتعقيم المنزل كل شوية، أخذ الكلور وأرش الأسطح وأرش الأماكن كلها، ما فيش داعي. إلا إذا في مثلا لا سمح الله في واحد من أفراد العائلة اشتبه إنه عنده كورونا وفرض عليه الحجر المنزلي، هذا طبعا أكيد بيجلس في غرفة لوحده، يستخدم حمام الشخصي لوحده. في حال لا يوجد حمام شخصي وإنما حمام مشترك، ينبغي تعقيم الحمام تماما بعد دخوله إلى الحمام. الحنفيات، مسكات اليد، الأكل يعطى له لوحده مثلا خارج الباب أو خارج الشقة إذا كان في الشقة لوحده. أما إنه أفراد العائلة كلهم سليمين، مرة واحدة كفاية في اليوم. وإذا لم يكن في خروج خارج المنزل لأي شخص من أشخاص من أفراد العائلة أو حدا جاء أو إنه وصلت إليه أغراض من الخارج ديليفري أو أي حاجة، ما في داعي للتعقيم أخي العزيز يوميا. نعم. طيب يا دكتور، هل تصلح المناديل المبللة لعملية التنظيف؟ المناديل المبللة بماذا يعني؟ اللي تبع في الصيدليات. لا 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 لا, لا. يعني مفعولها مش قوي، محتاجين كحول 70%، عفوا محتاجين كلور، محتاجين مناديل معقمة بالكلور. هل هي معقمة بالكلور؟ ما تركيز الكلور هو تركيز الكلور النص أو الكلوركس الموجود صحيح في الأسواق. إن احنا نعمل كوب نضيف عليه 9 أكواب أو كوبين نضيف عليه 8 أكواب، وهذا هو التركيز الأعلى. يتم رش الأسطح بالكلور مرة واحدة، ثم تأتي بأي مناديل وتمسح بجهة واحدة فقط في اتجاه واحد، مش رايح جاي. أنت بترجع الفيروس أو الميكروب إلى مكانه. لكن بعد ما ترش الأسطح تمسح بجهة واحدة فقط. هذا هو المعمول به أخي العزيز. من ثم الوقاية الجيدة أساسا غسل اليدين مثلا بالماء والصابون، اغسل بالماء والصابون جيدا، لأنه الغسل بالماء والصابون هو يسقط الفيروس مثلا إلى الحوض أو إلى المغسلة ثم يذهب إلى المجاري، ولكنه لا يقتل الفيروس. ما يقتل الفيروس هو الكحول 70% أو الكلوروكس على الأسطح المعدنية في المنزل وأماكن العمل. نعم. دكتور عبد الحكيم، كيف يمكننا تعزيز وتقوية جهاز المناعة؟ تقوية جهاز المناعة أخي العزيز، لابد أول شيء إنه نبعد عن أنفسنا القلق والتوتر طبعا والخوف، لأنه الخوف أو القلق أو التوتر العالي أو الخوف العالي من فيروس كورونا هذا يضعف جهاز المناعة. فيروس كورونا يا أخي العزيز سبق قبل ذلك السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وكلهم من العائلة الكورونا أو العائلة الفيروسات التاجية، كانت نسبة الوفية أعلى. فيروس كورونا أخي العزيز خطورته هي في سرعة انتشاره وبكمية كبيرة حتى أصبح بانديميك، يعني أخذ العالم كله.
اما اذا عدد الوفيات لو تقارنها بالسارس اللي ظهر في 2003 مثلا، في 2002 2003، وتقارنه مثلا في مترجمه الشرق الاوسط تنفس الكورونا التي ظهرت في المملكه العربيه السعوديه مثلا قريبا، نسبه الوفيات فيه اقل، خطورته في سرعه انتشاره، خطورته انه نسبه 20% من الحالات تدخل العنايه المركزه، وطبعا هذا قد يفوق قدره الطواقم الطبيه انها تقدم الخدمه. فلذلك لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمه اخي العزيز للوقايه من فيروس كورونا. نعم دكتور، هل تساعد المضادات الحيويه في علاج الفيروس التاجي؟ دكتور تسمعني؟ ألو دكتور تسمعني؟ إذا كما لاحظنا هناك الكثير من الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها من قبل الأطباء، يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهة هذا الفيروس الذي طبعا يتكاثر حول العالم. النظافة الشخصية هي من الأشياء المهمة جدا للقضاء على هذا الفيروس. الآن طبعا ننتقل إلى فقرة أخبار العالم لهذا الصباح، وسط الانتشار الواسع والسريع للفيروس كورونا في كامل أرجاء العالم وتفشيه الكبير في الولايات المتحدة، فرضت السلطات المحلية في كامل ولايات البلاد حجرا كاملا أو نسبيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويخضع طبعا 30% من الأمريكيين لإجراءات الحجر، خاصة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي المدن التي لا تنقطع عنها الحركة ليلا نهارا، وبدت كل شوارع أكبر المدن الأمريكية مهجورة بما في ذلك شواطئ ميامي. تمكن المواطنون في بكين الذين احتجزوا في منازلهم خلال الشهرين الماضيين من الخروج إلى الشوارع تزامنا مع تفتح أزهار الكرز وإعادة فتح أبواب المواقع السياحية، ومن أبرز المواقع نجد حديقة يويو أنتان على بعد حوالي 8 كيلومترات غرب ميدان تيانانامن، وهي واحدة من أشهر مواقع أزهار الكرز في بكين. وبعد نحو أسبوعين من فضر حجر كامل وحظر التجول على مدينة ليون الفرنسية، التقطت شركة متخصصة تسيير الطائرات بلا طيار هذا الفيديو المذهل لتفاصيل مدينة غابت عنها بوادر الحياة، ويقبع الآن نحو 2 مليون نسمة معزولين في بيوتهم في ثالث مدينة فرنسية بعدد السكان بعد حظر عام فرضته السلطات الفرنسية على البلاد تسبب بإغلاق جميع الأماكن العامة، وتعرف ليون بمدينة الأضواء لاحتضانها سنويا مهرجان الأضواء الذي يجذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم. والهند في زمن الكورونا حتى الفيلة تلبس الكمامات، حيث فرضت الهند تدابير حجر تشمل 700 مليون مواطن على الأقل وفق إحصاء لوكالة فرانس بريس، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وسط هذه الأزمة وجد البعض الوقت لصنع مجسم لفيل ضخم يسير على 4 دواليب وألبسوا كمامة غطت عينيه وأنفه في منطقة شيناي في تاميل نادو بالهند. كانت هذه أخبار كورونا حول العالم.
السادة المشاهدين، للإعلام أهمية مع ما بات يشكله من تنوع وغنى في وقتنا الحالي، وفي ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، نأمل أن يكون هناك إعلام إيجابيا دون تهويل أو تهوين، إعلام يؤدي رسالته المناطة به في احترام تام للضوابط المهنية والأخلاقية، إعلام يبث الأمل واليقين التام، يتجاوز الحالة الراهنة إذا ما تم تضافر الجهود وتم الأخذ بالأسباب. ينضم إلي عبر الهاتف من باريس الإعلامي عبد الملك سنان. عبد الملك، أسعد الله مساك. أسعد الله صباحك يا أستاذ صبري. بنجو بنجو عبد الملك. بنجو صفا صفا بيا بيان توا. عبد الملك، سؤالي الأول، ما هو المطلوب من وسائل الإعلام في ظل الأزمة العالمية الحالية التي يحاصر فيها فيروس كورونا كل شيء؟ والله بالنسبة للمهام التي تقول بوسائل الإعلام هي النقل الصورة الواضحة لنقل الحالات الصحيحة، سواء كانت إصابات أو وفيات، العدد المطلوب، عدم التهويل في هذه الأشياء، ونقل الصورة بأتم الصورة وتكون صورة واضحة وصحيحة. طيب يا عبد الملك، لماذا تلجأ بعض الوسائل الإعلامية أن تكون مصنعا للأزمة ومصدرة لها؟ والله بعض الجهات لا أعرف ما هو المغزى من تهويل الأمور وتصنع بعض حالات مفتعلة، سواء كانت الحالات المصابة أو عدد الوفيات، مما ينشأ الرعب في أغلب الناس. فهذا الأسلوب نراه أنه أسلوب غير بشكل جيد، يعني تقول هي هذه الوسائل. فنعمل من أكثر الوسائل هي نقل الصورة الواضحة وتحري المصداقية في هذه الأمور. طيب يا عبد الملك، هل الإعلام العالمي هول أم هون أمام جائحة كورونا لو صح التعبير؟ والله في بالنسبة لبعض الوسائل هي قامت بنوع من التهويل، والبعض الآخر التمس المصداقية، فكل وسيلة اختلفت عن الأخرى. كيف؟ من حيث في بعض الوسائل تم نقلها أنها إصابات بلغت أعداد كبيرة في بعض المدن، لكن إذا جينا ونظرنا بالواقع أنها إصابات وحقيقي فيروس كورونا أصاب العدد من البلدان الأوروبية وبعض البلدان العربية، لكن بعض الوسائل نقلت أعداد لو جينا وصحينا في الاعتبار الصحيح أنها غير صحيحة، وعندنا أكثر الإحصائيات التي هي متواجدة حاليا في فرنسا هي بلغت لحد اليوم هي 37,575 حالة مصابة بالفيروس. أما بالنسبة للوفيات فهي لحد اليوم 2,314، هذه آخر الإحصائيات بالنسبة لفرنسا. طيب يا عبد الملك، اليوم ما هو دور الإعلام في مواجهة أزمة كورونا؟ بالنسبة لدور الإعلام هو من حيث نقل الصورة الصحيحة، وكذلك من حيث التوعية ونشر النصائح بالنسبة للأشياء اللي هي خاصة في النظافة الشخصية، سواء كانت في البيت أو في العمل، ونشر التعوية بالذات في البلدان العربية، لأن أغلبية البلدان العربية استهزأت من هذا الوباء ولم يأخذوا بما أخذته الدول الذي استهترت بهذا الوباء الذي عمل حجم كارثي وحصد الكثير من الإصابات وكذلك الكثير من الوفيات. يا عبد الملك، يوم أمس أضاء برج إيفل في باريس يوم أمس بكلمة شكرا تحية للطواقم الطبية والعاملين في قطاع الخدمات الأساسية الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد، شكر لعمال الخدمات الأساسية، وأيضا حث الآخرين على البقاء في منازلهم، ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أن حاليا فرنسا هي تعيش هذه الأيام في حالة حظر شبه كامل، منعت من الأشخاص التجول في الشوارع، أغلقت المساجد، أغلقت المطاعم، سمحت فقط للمراكز الطبية، كل يلتزم في بيته. على مستوى الطلاب العرب أو غير العرب يحضرون دروسهم عبر الانترنت في منازلهم،
لا يسمح لأحد بالخروج مطلقا، حتى الحالات المرضية لا تخرج إلا في الحالات الطارئة جدا جدا جدا. فنشهد توقف كامل بكل المدن الفرنسية. هذا الشيء يأتي من بشكل إيجابي من الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي، حيث في كلمته الأخيرة قال بأن لازم اتخاذ يد من حديد لمواجهة هذا الشيء الذي استهان في إيطاليا وبلغت أعداد هائلة من الوفيات ومن الإصابات في هذا الفيروس. كيف أوضاع أبناء الجالية اليمنية هناك في باريس أو في مختلف المدن الفرنسية؟ في بينكم تواصل؟ والله بالنسبة للأوضاع اليمنيين هنا في فرنسا عامة، ولم تتواصل معنا السفارة إلى يومنا هذا، ولكن الأغلبية من ناحية الطلاب التزموا البيوت واستكملوا دروسهم عن طريق الانترنت وعن طريق القوانين التي اخرجتها فرنسا بمنع حظر التجول. لم تحدد هذه الفتره فتره استئناف العمل او الدراسه في فرنسا حتى اشعار اخر، فكل التزم بيته، والذي كان ملتزم في شغل او هذا حاليا متوقفون في المنازل. طبعا سعاده السفير احمد علي عبد الله صالح قام باجراء العديد من الاتصالات الهاتفية بأبناء الجالية اليمنية عبر مختلف عواصم العالم، وهذه بادرة طبعا ممتازة ورائعة جدا أن يقوم بالاطمئنان على أخوته الطلاب الدارسين أو أفراد الجالية اليمنية، للأسف في ظل صمت حكومي يعني مغيب للاطمئنان على صحة أبنائنا. ما هو دور الشباب اليوم؟ ما هو دور الشباب اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخوض هذه المعركة الإعلامية في مواجهة كورونا؟ الدور الذي يقف على عاتقنا كإعلاميين أو كمثقفين بهذا الشيء، مشكلة المجتمع اليمني أنه يستهين في بعض هذه الأمور، وهذه الاستهانة بهذا الوباء، هذا الوباء يعتبر سريع الانتشار وله القدرة الفائقة من التنقل السريع، وأن لا نقع مثل بعض الدول التي استهانت فيه كإيطاليا وغيرها من الدول. وحكم أن اليمن لا تمتلك الخبرات الطبية ولا تمتلك المعدات الطبية التي تمتلكها البلدان الأوروبية، ورغم هذا كله تعرضت البلدان الأوروبية لهذا الوباء ولم يستطيعوا السيطرة عليه، فما بالك إذا أصاب لا قدر الله اليمن، وقدراتنا في اليمن كمعدات طبية يعني محدودة. فنتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر وأخذ الموضوع بمحمل الجد، وعدم أخذها الأمور بالجانب الاستهتار، وتجنب المواطنين التجمعات، وكانت تجمعات أسواق الخاص أو الأسواق العامة، وكل شخص يلتزم بيته، والتوعية كمان رب البيت يقوم بتوعية الأسرة من حيث التعقيم الشخصي، من حيث التعقيم سواء كان في البيت أو في العمل. فهذا الشيء يجنبنا التقليل من الخطر الإصابة بهذا الفيروس، ونسأل نتمنى من جميع المواطنين أخذ الأمور بجدية بجدية بجدية. نحن اليوم نشهد في فرنسا وبلدان أوروبية حالة مأساوية وحالة كارثية، فهذه كلمة أوجهها عن طريق قناتكم الفاضلة بأن يتخذوا الأمر هذا بمحمل الجد وعدم الاستهتار، لأنه أحد الشباب يخبرني في محافظة إدلب أنه قام في حملة تعقيم بشوارع إدلب، كان يلقي من أغلبية المواطنين الاستهتار والضحك، فهذا الشيء لصالحنا يعني. فعلينا أن نعي ونعرف حجم الكارثة، أنه لو قدر الله أصيبت بلادنا الحبيب نسأل من الله أن يحفظها، فهذا الشيء يكون كارثي، ونتمنى السلام للجميع. طيب يا عبد الملك، الحياة في باريس يعني كانت الحياة، الناس في الشوارع، المحلات مفتوحة، الأماكن الترفيهية، الحدائق، الآن أعتقد الحياة يعني شبه معدومة، كيف تأقلمتوا مع الأوضاع في باريس يعني؟ والله بالنسبه للاوضاع احنا ولم نتعود على اجواء زي هذه الاجواء. نحن الاجواء هذه احنا متعودين على فرنسا وباريس بالتحديد، على
الانتعاش بطول اليوم بالحياة والحركة السكانية وحركة الملاهي والمقاهي. لكن ما نشهده اليوم حالة غريبة من شوارع فاضية ومحلات مغلقة وشوارع فاضية تماما. احنا نجبر انفسنا على الالتزام بالبقاء في المنزل. صحيح. لان هذا الوباء لا قدر الله باي لحظة سيصيب الجميع. نسأل من الله لطف الجميع ان شاء الله. عبد الملك كيف اودعك بالفرنسي؟ لم اسمع. كيف أودعك باللغة الفرنسية؟ كيف أقول لك إلى اللقاء؟ يمكن تقول جدبان يعني. شكرا لك يا عبد الملك، كنت معي من باريس. أتمنى لك السلامة أنت وجميع أبناء الجالية اليمنية من طلاب ومقيمين هناك، كل السلامة. وإن شاء الله يعني نظل على تواصل وسجدة أي أخبار من هناك. شكرا جزيلا لك. السادة المشاهدين، طبعا الكثير التزم في المنزل ويتبع الإرشادات التي ينصح بها الأطباء. إذن نتابع هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال حوارنا. السادة المشاهدين، عدنا إليكم مجددا. يجب أن نتبع إرشادات الأطباء وأيضا المختصين بالبقاء في المنازل من أجل يعني أن نبتعد عن انتقال هذا الفيروس الذي أصبح طبعا منتشر على مستوى العالم. طبعا الجلوس في البيت يشعر الإنسان طبعا بالملل أحيانا، بس يجب أنه يوجد البدائل من أجل القضاء على هذا الملل. يسرني أن يكون معي عبر الهاتف الدكتور زين العابدين، دكتور السلوك الاجتماعي. صباح الخير دكتور زين. صباح الخير، صباح إن شاء الله السعادة. شكرا يا دكتور، أتمنى أن يكون يومك دائما مشرقا. يا دكتور، كيف يمكنني التغلب على الوحدة في الحجر الصحي؟ الناس الآن مصاب يعني عندهم ملل من الجلوس في البيت، هل من بدائل للتغلب على هذه الوحدة؟ اولا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يشيل عننا وعن جميع افراد المجتمع العربي والاسلامي والعالمي هذا الوباء اللي احنا مش قادرين نجيب له لحد الان الدواء الفعال ولا اللقاح الفعال. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ما يكونش فرض الاجراءات الاحترازيه وعوده الانسان
البيت يصيبه بنوع من الملل أو نوع من التوتر والقلق وتكسير بعض العادات السلوكية اللي كان بيقوم بيها. بل بالعكس احنا عايزين نقول ان احنا بنوجه الى مجموعة موجهات تساعد على ترتيب الحياة الاجتماعية داخل الأسرة والاستفادة في الوقت أكبر استفادة ممكنة، سواء كانت استفادة علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى ترويحية داخل البيت. لذلك عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعملها، سواء كنا أسرة في الحياة الاجتماعية، وأنا سميت يمكن الجزئية اللي أنا أتكلم عليها باسمها ترتيب الحياة الاجتماعية داخل الأسرة في زمن كورونا. عايزين نرتب الحياة الاجتماعية. كانت هناك فرقة بين أعضاء أفراد الأسرة في الأيام السابقة حينما جرى كل واحد وحدد لكل واحد أهدافه الفردية، وساعدتها على ذلك وسائل التواصل الاجتماعي حتى داخل البيت. فآن الأوان بوجود أوقات متعددة وبوجود وقت طويل، وخاصة بعد الحظر اللي بدأت الحكومة داخل المجتمعات تاخده وتحاول بقدر الإمكان تقلل التفاعل بين الأفراد بعضهم وبعض حتى لا ينتشر هذا الوباء. فنقول إن إحنا علينا كأسرة إيه؟ علينا كأب أسرة إيه؟ علينا كأم إيه؟ علينا كأبناء، وخاصة إذا كانوا طلب إيه؟ نكسر حاجز الملل والقلق والتوتر وما إلى ذلك. يا سلام. أولا الأسرة الاجتماعية، تفضل. الأسرة في دائرة الحياة الاجتماعية كانت لا تجلس مع نفسها في الفترات السابقة كثيرا، هناك وقت الجلوس مع بعضها لمناقشة العديد من الأمور، لعلاج بعض المشكلات التي كانت قد أرجعت إلى أوقات سابقة. كل هذا يساعد على اندماج الأسرة ومحاولة الأسرة العودة إلى الحياة الطبيعية التي كنا نحلم بها في الأزمان الماضية. النقطة الثانية إن ما كانوش كتير الأفراد يأكلوا مع بعض، فرصة إن الناس تلتقي حوالين الأكل مع الكلمات البسيطة، مع الكلمات الدافئة، مع شعور كل منهم بأهمية الحياة الاجتماعية الأسرية الدافئة كما نقول. أيضا كان هناك في الحياة الاجتماعية بعض الأمور بالنسبة لكل أفراد الأسرة، هقول بعض الأمور بصفة عامة، كانت بعض الأمور مؤجلة يمكن أن تعالج هذه الأمور، كانت بعض الأشياء داخل البيت مؤجلة ممكن أن نعالج هذه الأشياء، بعض المشكلات ممكن نبدأ في علاج هذه المشكلة. ده بالنسبة للأسرة بصفة عامة، وفي بعض الجوانب الأساسية التي يجب أن تقوم بها لعملها. في برضو بعض إصلاحات صيانات داخل المنزل التي لا تحتاج إلى عمالة، أو الحاجات البسيطة اللي كانت مركونة، أو الحاجات الغير مرتبة، أو المكاتب الغير المكتبات اللي داخل البيت الغير مرتبة، نعيد ترتيبها مرة ثانية، أو عمل صيانات منزلية مثلا، أو عمل صيانات منزلية لا تحتاج إلى فنيين كتير، وخاصة دلوقتي الأجهزة والأدوات أصبحت في كل بيت داخل البيوت العربية، وده يساعدنا على إن احنا نبدأ الاهتمام في المنزل بشكل أكثر جودة مما كان، حيث أن كل واحد كان منا يهتم بأموره الشخصية فقط لا غير. يا دكتور عفوا، هل يجب ممارسة الرياضة داخل المنزل؟ ممكن في بعض الرياضة تمارس في كل مكان، على فكرة عشان بس نقول أن الرياضة تمارس في كل مكان، في رياضات تمارس في المجتمع وفي الأندية وما إلى ذلك، وفي رياضة تمارس داخل المنزل. احنا لا نستبعد ان نقوم ببعض الالعاب الرياضية البسيطة
داخل البيت وفقا لمساحاته المحدودة. في بيوت مساحتها محدودة أو في بيوت ما زالت البيوت العربية فيها برضو بعض الفراغات الكبيرة اللي ممكن أن تمارس فيها رياضة، وممكن أن تكون رياضة فردية، وممكن أن تكون رياضة برضو جماعية لأفراد الأسرة. وإن كنت لا أميل إلى استخدام رياضة الجماعية أو لا أميل إلى استخدام رياضة الإنهاكية اللي ممكن تتعب جسمه وتخلي مقاومته ضعيفة في هذه الأيام بالذات. طيب يا دكتور زين، تفضل عفوا، أنا كان عندي سؤال، إنه الآن نعاني من البعد الاجتماعي، هل هذا البعد الثاني اللي هي كيف يمكن أن تتفاعل الأسرة مع الأسر؟ كنا في الزمن الماضي بنلوم على إن ما فيش زيارات وإن المسافات بعدت وما إلى ذلك، لكن في وسائل حديثة ممكن أن تساعدنا على مراجعة أنفسنا ومعرفة الأقارب وصلة الأرحام اللي هي ممكن نقوم بعملية التواصل، ليس مش ضروري يوميا ولكن شبه يوميا، يعني كل يوم يومين ثلاثة نطمن، يشعروا بأننا معهم، يشعروا بأن هناك من يبدأ في السؤال عليهم، من اللي هو خايف عليهم وما إلى ذلك. وعلى فكرة أصبحت دلوقتي الحياة متباعدة، بمعنى بيت أقارب في كل مكان، في بعض المحافظات، في بعض الولايات، في خارج الدولة، ممكن بوسائل التلفزيون، التليفون الحديثة، ممكن بالواتس، ممكن بالماسنجر، ممكن بوسائل التواصل الحديثة، أننا نطمئن على هذه الأقارب وصلة الأرحام. وممكن كمان نعمل لقاء جماعي ومشاهدة جماعية، نحن نشوف بعض وفي فرصة بقى نحن نتناقش، نتكلم مع بعض، نتبادل الحديث وما إلى ذلك. في وقت كنا احنا قد كده ما كناش فاضيين حتى ان احنا نعمل عملية الاتصال بيه. النقطة الناس لازم ننبهها للناس ان صلة الأرحام تزيل الهموم، صلة الأرحام تزيل الكروب، صلة الأرحام ممكن ان تقضي حتى على الفيروسات، لانها بشيء محبب للرحمن، والشيء المحبب للرحمن عبارة عن فرصة ان هو يساعدنا ويقف معانا في القضاء على هذه الفيروسات. تيجي بقى نحاول بقدر الامكان نشوف كل واحد في الأسرة ممكن يعمل ايه. في عندنا حاجات كتير جدا، ده كله لسه ما اتكلمناش عن وسائل الترفيه داخل الأسرة، لكن احنا بنتكلم على الانشغال، كيف يمكن ان اشغل في عمل صحيح، في عمل سليم، في عمل يمكن أن نستفيد فيه. ربط الأسرة يجب أن هو يقوم بمراجعة كل الأمور داخل الأسرة، وخاصة إذا كانت الأشياء الناقصة، إذا كانت الحاجات اللي الأسرة تحتاجها، ويبتدي يرتب وقت معين للحصول عليها، ويحاول بقدر الإمكان في أقرب وقت دون الاحتكاك ودون الخروج على فترات طويلة. الأم عليها دور كبير جدا في الأسرة، كانت تؤجل بعض الأعمال، كانت تؤجل بعض الحلويات، كانت لا تقوم بممارسة التفصيل مثلا أو الرسم أو القراءة أو عمل الأكلات الحلوة. ممكن هنا مع التقاط الأنفاس تقوم بكل هذه الأشياء وتمارس بعض هوايات المطبخ وبعض هوايات التفاعل مع بناتها ومع أبنائها. يا دكتور زين عفوا، ما هي الأشياء التي يمكن تسلية الأطفال بها خلال تواجدهم في المنزل أثناء فترة الجلوس هذه الفترة يعني؟ عظيم، أنا كنت جاي لها، أنا عايز دايما أخلي الجزء الترفيهي جزء متأخر شوية، لأن احنا مش واخدين الأجازة عشان الترفيه، لكن أنا في تصوري واخدين الأجازة لالتقاط الأنفاس. جميل. أو الحظر لالتقاط الأنفاس. في حاجات كتير جدا ممكن يتم تدعيم الأبناء فيها، وفي نفس الوقت بيبقى في نوع من أنواع الاستفادة ونوع من أنواع الترويع عن النفس. أنا لا أحفز إن إحنا باستمرار، وخاصة إذا كان الأولاد
كبار شوية أن نتابع الأخبار المستمرة لهذا المرض بشكل متواصل، ولكننا على الأقل نتابع الاستفادة المرتبطة ارتباط أساسي في التوعية والبعد عن استخدام الوسائل الوقاية لهذا المرض والبعد عن مخاطر هذا المرض، حيث أن الأعداد اللي احنا بنسمعها ممكن أن تؤثر سلبا في الخوف وفي التوتر وفي القلق داخل البيوت. لكن لما نيجي للأبعاد الترويحية، هناك أبعاد ترويحية متعددة داخل البيت يمكن أن يمارسها أعضاء الجماعة مع بعض، ويمكن أن يمارسها كل فرد في أفراد الأسرة مع بعض، وخاصة في الأطفال الصغار. النقطة الهامة واللي عايزين نقول عليها إن ممارسة الرياضة زي ما اتكلمنا ممكن أن تكون بداية، ويمكن أن يقود هذه الممارسة للأب ويساعد على ممارسة أنواع معينة من الرياضة. النقطة الثانية المشاهدة التلفزيونية الجماعية لبعض البرامج الترفيهية أو المسرحيات أو التمثيليات المفيدة التي يمكن أن نستفيد بها، وخاصة التلفزيون دلوقتي ما بقاش قناة ولا 2 ولا 10 ولا 20، ده بقى العديد من القنوات، وهنا يتدخل الأب والأم باختيار المواضيع والأشياء الترفيهية الجميلة وفي نفس الوقت المفيدة التي يمكن أن تسبب نوع من أنواع الاستقرار داخل الأطفال، لأن في قنوات مرتبطة ارتباط أساسي في تقديم قرعات ترفيهية للأطفال كاملة في التلفزيون. أيضا ممكن إيجاد بعض الألعاب وبعض اللعب اللي موجودة داخل إذا كانوا أطفال صغيرين لتنشيط العقل لتضييع الوقت. والله يا دكتور، يا دكتور حتى الكبار بيلعبوا هذه الألعاب ودلوقتي الكبار بيلعبوها صح. انا عندي بعض الناس قبل ما تجيب اللعبه وقبل ما هي اللي بترتبها وهي اللي بتدربها، وانا ببقى حاسس ان هم مش بس بيجربوها عشان يلعبوا، يا لا ده هم بيشبعوا نفسهم بيها ممكن يستفيدوا منها. ايضا عندنا حاجه مهمه جدا ممكن تتم في هذه الاوقات، القرب من الكتاب المقدس، سواء كان طبعا القرآن الكريم أو الكتاب الإنجيل وما إلى ذلك، نوع من أنواع الراحة النفسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. نقطة مهمة جدا عايزين نركز عليها، إن إحنا مع سرعة الحراك الاجتماعي ومع سرعة الحياة التفاعلية الخارجية أصبح مسكنا للقرآن قليل جدا، أطفالنا شبابنا للقرآن قليل جدا. هنا ممكن ندفع في فترة من فترات اليوم وليكن نصف ساعة ثلاث أربع ساعة في قراية بعض الأجزاء، ممكن أن تكون قراءة جماعية وممكن تكون قراءة فردية أو تسميع جماعي وتسميع فردي وما إلى ذلك، ممكن أن يشبع. دكتور بصراحة دكتور معلوماتك كانت رائعة جدا، استفدت أنا شخصيا منها أنا والسادة المشاهدين. أتمنى لك موفور الصحة والعافية. الدكتور زين العابدين متخصص في السلوك الاجتماعي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك يا دكتور. وهكذا السادة المشاهدين وصلت إلى فقرة المنوعات الصباح حول العالم، هي الفقرة طبعا الأخيرة من ضمن فقرات برنامجكم صباح اليمن اليوم. البداية طبعا من موسكو، بوتين متحديا كورونا وعمدة موسكو يزورون مستشفى للمصابين بالكورونا، وقال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير، لأنه من الضروري أن أعرف ذلك بنفسي، وأنتم نجحتم، هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل. أيضا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لغزال كان قد علق في سياج روضة أطفال بمدينة كيميروفو الروسية. الغزال طبعا حاول جاهدا تخليص نفسه من السياج ليحضر رجال الإنقاذ بسرعة إلى المكان لإنقاذه.
وفيديو مدهش لأسماك تتحرك تحت الماء، حيث رصد مقطع فيديو نقاء القنوات المائية في مدينة فينيسيا مع تراجع نسب التلوث الذي يؤدي إلى تعكر المياه وجعل رؤية ما بداخلها أكثر صعوبة. ومقطع مصور أيضا في محمية بجنوب أفريقيا يظهر لحظة عبور لبوة مع أشبالها للقناة المائية. في لحظة عبرت فيها الأم أولا ومن خلفها أشبالها الذين ظهروا وكأنهم غير مرحبين بالفكرة. ويبحث البعض عن استغلال جميع الإيجابيات والفرص للاستثمار في هذا الوضع والمكوث في المنزل بسبب كورونا واستغلال تلك الطاقات، حيث ينظم الأشخاص حفلات موسيقية صغيرة على شرفات المنازل. وفي الختام، القوة لا تأتي من مقدرة جسمانية بل تأتي بها إرادة لا تقهر. الإرادة هي الفكرة والعزيمة هي الروح. الأبطال لا يصنعون في صالة التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم. لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. الإرادة دائما هي القوية التي تقصر المسافات، وإرادة النجاح مهمة لكن الأهم منها إرادة التحضير للنجاح. في أمان الله.